يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن التصوير المحرم في الحديث هو الرسم باليد أو النحت فقط لأنه الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجاب عن ذلك؟ يجاب بأن هذا من كيسه، الكلام هذا لا جايبه من كيسه، عليه دليل، الحديث عام وحديث الرسول والقرآن لكل زمان ولكل مكان، خاصة بعهد صلى الله عليه وسلم. الرسول عمم، الكل مصور في أول الدنيا أو في آخرها، كل مصور الدنيا. نعم.